وللاطلاع على الوضع الوبائي في الداخل المحتل ينضم الينا عبر الهاتف اخصائي الامراض الباطنيه والقلب البروفيسور زاهر عزام. اهلا بك بروفيسور زاهر. 8000 حاله يوميا، ما السبب وراء هذا الارتفاع الكبير في الاصابات في الداخل المحتل؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني نحن كنا قد وضعنا اصبعنا على الجرح من ناحيه المسببات لتفاقم الوضع في البلاد. فاذا كنا قد تكلمنا عن الوسط العربي، فالاعراس والمناسبات الافراح منها والاتراح، يعني نحن شعب حميم نحب ان نشارك بعضنا البعض، ولكن بدون ما نتبع او التعليمات المستلزمه من هذا الفيروس المستجد، فيروس الكوفيد الكورونا، هذا الامر ادى الى ارتفاع كبير في عدد الاصابات في الوسط العربي. واذا كنا قد تكلمنا عن نتكلم عن كل شرائح السكان في الداخل، فنحن نعرف ان اليهود الحارتين المتزمتون ايضا لا يلتزمون في تعليمات وزاره الصحه، وبشكل عام ايضا باقي السكان، يعني باقي الشريحه السكان. نحن راينا تجمرات على شواطئ البحور، افتتاح المدارس بشكل يعني غير يعني بدون، لا شك ان هنالك كانت تعليمات بسبب افتتاح المدارس، ولكن على ما يبدو البنيه التحتيه لم تكن للمدارس لم تكن حاضره لهذا الافتتاح، فايضا ادى ارتفاع بروفيسور 3000 حاله كانت البارحه، هذا رقم يعني غير مسبوق حقيقه. نعم بروفيسور، حكومه الاحتلال اعادت فرض الاغلاق التام واعداد الاصابات كبيره ايضا في المجتمع العربي في الداخل المحتل، كيف يمكن السيطرة والحيلولة دون تفاقم هذه الأرقام، خاصة وأن سلطات الاحتلال تهمش المجتمع العربي في أكثر من جانب؟ يعني حقيقة أن الإغلاق التام له أيضا مردودات اقتصادية سلبية ومردودات نفسية سلبية على المواطنين، ولكن يعني عدم الالتزام في تعليمات وزارة الصحة من الحفاظ على الكمامة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي، يعني تجاهل تام تقريبا لهذه التعليمات أدى إلى الشيء الذي أنا شخصيا لم أكن أود أن نصل إليه، ألا وهو الإغلاق التام، ولكن لم تكن أنا حسب رأيي لم يكن هنالك مناص. طبعا يعني هذا شيء يعني حقيقة المجتمع العربي في الداخل هو مجتمع يعتمد على الاقتصاد الصغير، فنحن لا توجد عندنا شركات هايتك كبيرة ولا شركات اقتصادية كبيرة، فإغلاق المتاجر وإغلاق الحوانيت له يعني أثر سلبي جدا على اقتصاد المجتمع العربي في الداخل، لا شك أنه هذه ضربة قاسمة للاقتصاد. نعم وصلت الفكرة بروفيسور زاهر عزام أخصائي الأمراض الباطنية والقلب، شكرا جزيلا لك.